متزوجة موظفة، رأيت أفعى كوبرا لونه بني كبيرة طويلة ويمشي وراي، وقلت لها اتركيني. عندك والله يا حنان، انت المفروض ادرى في هذا الشيء. هل هناك شخص يحاول يستخدم سلطته او نفوذه للتقرب منك؟ هل هناك شخص يحاول يسيطر على ارائك وحياتك وتمشي على كلامه، سواء صديقه او معرفه او حد؟ انت ادرى هناك شخص يحاول ان يفرض سيطرته عليك، واذا استمر هذا، يعني نصيحه الثعبان شو بتكون؟ يعني بيعلمك القرآن؟ إذا كان هذا الشخص ينصحك في أمور خاصة أو في بيتك أو يحاول التدخل في شؤونك، فاعلم بأن غرضه منها مضرة. وأتمنى سبحانه وتعالى ما يكون يحاول يخرب بينك وبين زوجك، لأنه قد يكون ساحر ومتمكن، ويجب أن توقف علاقتك فيه، لأنه ما يقدر يعمل لك السحر إلا إذا أكلك أو شربك بيده.